Welcome to Dua for Dr. Masud Ahmed Malik, and we have a message from Naveed Malik. He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul and grant him Jannatul Firdaus. So, aaiye hum bhi sab milke unke liye awwal aakhir durood sharif aur surat fatiha ek martaba surat ikhlas teen martaba padh ke dua karte hain aur Allah taala iska isale sawab unko pahunchaye aur jitne bhi hamare aziz o aqarib is duniya se rukhsat ho chuke Allah taala sabko jannatul firdaus mein jagah ata farmaye amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی جو بھی پڑھا گیا ہے اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے عزیز و اقارب کو اسی طرح سے اس سال سواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم